راديو نيل لسه معاكم في العيلة على نغمة اف ام، ومنوراني في الاستوديو دكتور غادة دويدار، استشاري صعوبة التغذية عند الأطفال. مساء الفل. ازيك يا دكتور؟ مساء الفل يا مي. أنا عارفة النهاردة الجو سخيف شوية فتأخرنا عليكم في الطريق، ولكن يعني هنلحق إن شاء الله نقول كل المعلومات الخاصة بالأطفال والصيام واللي بيصوموا كمان السنة دي الأول سنة. وأكيد هسألك في الأول، إمتى ممكن نسمح لأولادنا إن هم يبتدوا الصيام؟ أوكي، إحنا ممكن نبتدي صيام جراجوال من سن 7-8 سنين، بس ما تبقاش الفترة كاملة، مش من السحور لحد الفطور، ده وقت طويل قوي. أقدر أسيب الفترة دي ممكن من سن 10 سنوات، لأن حالياً ساعات الصيام فترتها طويلة. الأطفال بقى اللي ما ينفعش أخليهم يصوموا أو لازم يبقى تحت إشراف طبي، الأطفال اللي عندها سكر، أطفال الدايابيتس، الأطفال اللي عندهم أنيميا، برضو الأنيميا من المشاكل اللي بتعوق الصيام، يعني تحت إشراف اللي عندها طبيعي. مشاكل صحية أصلاً زيادة أو نقص في الوزن. طب يعني هرجع الأول، 7-8 سنين، مش 7-8 سنين يعني نعتبره سن صغير جدا على الصيام؟ أنا بقول إن هي فترة تدريب. يس بس الصيام بقى أقول خلاص السنة دي لازم تصوم صوم كامل أو صيام كامل. هو ربنا فرض الصيام في سن معين. احنا ما قبل هذا السن احنا اسمها كله بنعود الاطفال على الصيام. 7-8 سنين مش بتكلم ان احنا نصوم، انا بتكلم ان هو يصوم لحد صلاه الظهر، يعني صلاه بس. مش هضحك عليكي اقول لك ان كل البيوت ما بتلتزمش بالسن المعين اللي بتتكلمي عليه، دايما بتبتدي هتلاقيه ده حته بدري، وبتبقى يعني فخوره جدا بانه انا ولادي قدروا دلوقتي ان هم يصوموا ومكملين اليوم معانا. فيعني الالتزام قوي بالسن ده مش حقيقي. معاكي حق فعلا، بس هو مش المفروض ان انا فخوره ان انا ابني بيعمل حاجه. هو اولا يعني مش هتكلم دينيا، بس هي مش فرض عليه، ونمره اتنين ممكن تكون تاذيه صحيا. يعني لو طفل مثلا 7-8 سنين لسه جسمه محتاج، فبالكتير اقدر اصومه بعد ما يصحى مثلا حاجه زي 2-3 ساعات كده، انا بدربه على الصيام. من سن 10 سنين اقدر اطول فترات الصيام شويه، بالذات لو الطفل قاعد في البيت، غير ان هو لكن مثلا لو طفل بيروح المدرسه يعني مش بيقوم بنشاط مثلا معين او حاجه، ولا نشاط فكري او ولا نشاط فكري ولا نشاط في رياضه مثلا او حركه في الحر، تمام. فمن 8-10 بنسميه صيام جزئي، يعني فترات من اليوم، ومن اول 10 سنين اقدر اطول الفتره شويه. وكل طفل وقدر احتماله، وفي ظروف عامه للصيام، بمعنى مثلا ان هو الطفل ما ينفعش مثلا ياكل اخر وجبه الساعه 9-10 بالليل ونام عشان عنده مدرسه الساعه 6 الصبح واقدر اكمل له صيام، انا كده بصومه من الساعه 10 لتاني يوم الساعه 6 وشويه. ده وقت طويل جدا، جسمه ولايه حتى لا هيأثر عليه وعلى نشاطه وعلى تحصيله الدراسي وعلى كل حاجه تقريبا بقيه اليوم، حتى هيبقى افكتد او هيبقى كمان ضايع بالنسبة له، مش هيقدر يركز بشكل كامل. بالظبط. طب يعني احنا فترة التحضير دي فترة مهمة جدا، ما ينفعش نقول لا خلاص كيب، او يعني مش مشكلة بقى اول ما يبتدوا يصوموا وياخدوا الضربة مرة واحدة، مفيش الكلام ده. لا لازم اعود الجسم ان هو فترة بيمتنع عن الاكل والشرب لفترة، جسمه يتعود عليه، وبعد كده شوية بشوية بطول المدة. اوكي، ما عدا قلتيلي بقى ما عدا اللي عنده مشاكل، الأطفال اللي عندهم مشاكل صحية. أنا دايما بحس فكرة الصيام كل أم بتبقى عارفة فعلا قدرة ولادها. بالظبط. يعني هي عارفة إن ده آخره النهاردة، يعني أكتر من كده ساعة هننسى الموضوع كله من أوله، فبتبقى عارفة تحديتها شوية. اللي بيبقى صعب عليهم بقى الأمهات اللي عارفة إن ولادها عندهم خلل ما في الوزن، مشكلة ما في الوزن. بالظبط. طيب خليني اقول ان الطفل المريض السكر اللي هو تايب 1 دايابيتس، والطفل اللي عنده انيميا بشكل قوي، او الطفل اللي وزنه قليل جدا عن العادي، اللي مثلا احنا بنقول على الجراث تشارت مثلا، او على هي منحنى النمو على المنحنى العاشر او الخمسه، ده قليل قوي، فده ما اقدرش اطلب منه صيام ساعات طويله. الام بقى تعرف منين هو ابنها بدا ايه، يعني خلاص لا انا لازم اقول له يفطر. اوكي، لما احس ان الولد بدا يفقد الطاقه اللي عنده، لقيت الولد بدا يبقى همدان، علامه في وشه ان وشه بدا يبيض شويه او يصفر شويه، ده معناه ان برضو بدا الطفل يخلص الطاقه اللي مخزنها من عنده. فساعتها لازم اعرض عليه الفطور. مفيش بقى هنا لا لازم تتعود، لازم تاخد على الموضوع بدري. بتسمعي ده اكيد؟ بنسمعه كتير. بس برجع تاني اقول للامهات، انت ام واضرب ابنك او اضرب بنتك، لما تحسي ان في علامات بانت ان هو الطفل is out of energy، الطاقة اللي عنده بدأت تخلص، لازم ابتدي اوقف وابتدي اديله طاقة. الاطفال غير الكبار،
صحيا غيرنا. الأطفال مثلا بيحتاجوا المية بطريقة مختلفة عننا. الطفل بيتحرك أكتر مننا، فالطفل أوريدي بيفقد طاقة. بعدين نرجع تاني للقاعدة المهمة اللي بنقولها في موضوع الأطفال، إن الكالوريز اللي الطفل محتاجها في اليوم بتكفي اللي هو الطاقة اللي محتاجها بلس الأكتيفيتي ليفل بلس معدل النمو. معدل النمو هينفعش أثره في الأطفال. العيلة مع مي أنور الأربعاء والخميس من 3 ل 4 على نغم FM. العيلة